والسؤال الثاني شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز قول رمضان أتى ليؤكد لنا حب الله للجميع؟ يعني يقصد بالجميع هنا المسلمون يعني، ولا يقصد بها الكفون سوية، فهل يجوز أن يقول هذه الكلمة للجميع أم لا بد أن يقيد يقول مين مثلا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في القواعد أنه لا يجوز إثبات الشيء الغيبي إلا بدليل، فما كان غيبيا فلا بد وأن يكون توقيفيا، ولا أعلم دليلا يدل على أن من محبة الله للعبد أن يدركه رمضان، لا أعلم دليلا على أن كل من أدرك رمضان فإنها علامة على محبة الله عز وجل له، فكم من إنسان يدرك رمضان وهو كافر، وكم من إنسان يدرك رمضان وهو لا يزال مصرا على بدعته، وكم من إنسان يدرك رمضان وهو لا يزال مصرا على فطره في نهاره، وكم من إنسان يدرك رمضان وهو مصر على غيبته ونميمته وقول الزور والفحش والعمل به، فليست هذه علامة على محبة الله عز وجل إلا في حق من قام بالصوم حق القيام المراد لله عز وجل. فهذا قد يقال بأن تيسير إدراكه لرمضان علامة على محبة الله له. لماذا؟ لأنه يسر له إدراك رمضان، ويسر له في نفس الوقت استغلال رمضان، فإذا ليس مجرد الإدراك دليلا على المحبة، إنما الدليل على المحبة هو تيسير التعبد، فمن يسر الله عز وجل له التعبد وأعانه على ذكره وشكره وحسن عبادته فهو الذي يحبه حقيقة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع الله بعلمك. شيخنا، ما حكم تلحين الدعاء، حكم تلحين الدعاء دعاء القنوت، وهل ورد للسلف من يلحن وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، أما وروده عن السلف فلا أدري عن ذلك، ولكن التلحين لا بأس به، لأنه أميل وأخشع لنفوس من خلفه، لكن لا ينبغي له أن يعامله معاملة القرآن في أحكام التجويد، فإذا لحن دعاء القنوت تلحينا ليس فيه مبالغة فلا بأس به ولا حرج، فإن هذا أدعى لخشوع القلوب وأدعى لحضور النفوس، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. شاب أسلم حديثا ولا يعرف من القرآن ولا يحفظ من القرآن سوى سورة الفاتحة، فكيف يكون أفعاله في رمضان؟ كيف تكون صلاته؟ هل يكرر سورة الفاتحة فقط في صلاته أم ماذا؟ الحمد لله، إذا كنت تقصد بأنه لا يحفظ من القرآن إلا سورة الفاتحة، ولكنه يعرف القراءة أصالة، بمعنى أنه لو اطلع على ورقة المصحف لاستطاع أن يقرأ القرآن، فحينئذ يفتح المصحف ويقرأ في الصلاة من المصحف ولا بأس عليه، فيصلي قيام الليل من المصحف، ويصلي صلاة الضحى من المصحف، ويتنفل من المصحف، فيقرأ سورة الفاتحة ثم يفتح كتاب الله عز وجل ويجعل المصحف بين يديه ويقرأ. أفهمت هذا؟ وأما إذا كان لا يستطيع أصلا القراءة إلا الفاتحة، ولا أظن ذلك إلا إذا كان عاميا لا يستطيع القراءة ولا الكتابة أصلا، فحينئذ تكفيه الفاتحة في صلاته، فيقرأ الفاتحة ثم يركع، ثم في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يسلم، هذه التسليمة الأولى، ثم يقوم للثانية ويفعل فيها كما فعل في الأولى من غير زيادة قراءة غير الفاتحة، فالفاتحة هي شرط صحة الصلاة وقد توفر ولله الحمد والمنة. وإذا ذهب إلى من يصلي معه التراويح فلا بأس عليه، فإذا اتفق هو وأحد إخوانه أن يصلوا التراويح سويا أو يصلوا الفرائض سويا فلا حرج ولا بأس عليه، هذا أفضل، حتى يستمع لما زاد على الفاتحة من القرآن، وحتى يتعاون هو وإخوانه على أداء الفريضة جماعة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهل صيام رمضان له تعلق بتوحيد الله عز وجل أم هي مجرد الأحكام الفقهية فحسب؟ فما هي مقامات، كيف يستنبط من أحكام الشرعية الفقهية في الصيام التوحيد؟ أفيدونا وبارك الله فيكم. الحمد لله، صيام رمضان من أعظم الأدلة الدالة على توحيد العبد لربه، فإن الإلهية معناها
توحيد الله عز وجل بالعبادة، فلا ينبغي للإنسان أن يقدم على مرضات ربه الذي يعبده شهوة ولا هوى ولا لذة. فكون الإنسان من الصباح إلى غروب الشمس يترك محبوباته وملاذه التي تحبها نفسه، ويترك شهوته وطعامه وشرابه تعبدا لربه، فلا جرم أن هذا من أعظم ما يدل على أنه يقدم مرضات ربه الذي يعبده على مرضات نفسه، ويقدم ما يحبه ربه على ما تحبه نفسه، ويقدم مراد الله عز وجل على مراد نفسه. وهذا هو حقيقة التعبد، فإنه لو لم يعبد الله عز وجل محبة وإجلالا وتعظيما لما امتنع عن تناول الطعام والشراب. فكون الإنسان يترك محبوبات نفسه وملاذ روحه وشهواته التي يحبها ويعتاد عليها في يومه وليلته من أجل الله، هذا من أعظم الأدلة الدالة على أنه موحد لله، لأن حقيقة التوحيد هي الاستسلام والاستسلام لله عز وجل. فهذا الرجل ترك كل شيء من أجل الله، وقدم مرضات الله على مرضات نفسه، وقدم مراد الله على مراد نفسه، وقدم محبوبات الله عز وجل على محبوبات نفسه، أوليس هذا من أعظم دلائل التوحيد؟ الجواب بلى، والله أعلم. السلام عليكم. شخص صلى العصر، أثناء صلاة العصر تذكر أنه إمام، هو تذكر أنه أكل لحم إبل، استمر في الصلاة، بعد الصلاة قال يعني بأخذ بالأقوال الأخرى في المذاهب الأخرى، يعني اللي ما يتوضأ من لحم الإبل. الحمد لله، القول الصحيح أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، فمتى ما تذكر الإنسان في صلاته أنه قد أكل لحم جزور فالواجب عليه قطع الصلاة، فإن صلاته غير صحيحة أصلا. وإذا كان إماما فإنه آثم فيما لو استمر وهو عالم بعدم طهارة نفسه لوجود ناقض من النواقض. ولكن صلاة المأمومين خلفه الذين لا يعرفون حدثه ولا يدرون عن أنه أكل لحم الإبل، فإن صلاتهم صحيحة، فإن صلاة المأموم لا تتعلق بصلاة الإمام إلا فيما يظهر لا فيما يخفى، وهم لا يدرون أنه أكل لحم إبل، ولا يدرون أنه توضأ أو لم يتوضأ، وإنما صلوا خلفه من باب غلبة الظن أنه لم يتقدمهم إلا بعد الطهارة الكامل، فصلاتهم في أنفسهم صحيحة، لكنه هو ارتكب ذنبا عظيما في علمه بأنه لم يتوضأ، ومع ذلك استمر وسوغ لنفسه الاستمرار بأن بعض أهل العلم قال بأنه لا ينقض الوضوء، وهذا لا يجوز أبدا، بل القول الصحيح أنه ناقض للوضوء. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، فهمت هذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. فكونه يرجح قولا على قول لأن فقط أخطأ في الصلاة وأخطأ وصلى ولم يتوضأ، ثم رجح القول الثاني مراعاة لخطئه ولإنقاذ نفسه فقط ليس عن نظر واستدلال، فهذا لا يسوغ له أبدا. فعليه أن يعيد صلاته الآن، الله يوفقك، عليه أن يعيد صلاته وأن يستغفر من إمامته بالناس حال كونه محدثا، والله أعلم.